شجر رأسه، احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغصن، اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. ألا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على وعلم. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، والصلاة والسلام على من عليه صلى وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك الشاهد المبشر النذير الداعي إليك بإذنك السراج المنير، وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل لهذه السانحة من برنامجكم هلا سألوا في هذا اليوم العظيم، مولد خير البرية رسول الرحمة عليه الصلاة والسلام. أسعد بالأفاضل دكتور عبد القادر بن عزوز وأستاذنا الشيخ محمد الشيخ في هذا اليوم المبارك، أهلا بكم جميعا وبهما. الشيخ عبد القادر مرحبا بك. أهلا أستاذ أحمد، الله يبارك فيك، الله يحفظك. أمين أمين. إحنا وياك الشيخ محمد، مرحبا بك. مرحبا كيف الحال؟ شحال ما خدمناش كيف كيف، شفت والله مدة حتى جا المولود. الله يبارك يبارك فيك إن شاء الله، ربي يبارك فيكم شيوخنا ويحفظكم إن شاء الله. محمد صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة. سمى الله سبحانه وتعالى نفسه بالرحمن الرحيم، وجعل من نبيه صلى الله عليه وسلم رسولا للرحمة، فكما تفتتح الصور في القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم تستجلب الرحمات والخيرات على هذه الأرض بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وباستذكار سنته وتعميمها في أفعالنا وأقوالنا. ذلكم أن الراحمون يرحمهم الرحمن، وأن نبي الله عليه الصلاة والسلام رحمة بنا إلى يوم الدين. عن رسول الرحمة عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في شهر الأنوار، شهر ربيع الأول، شهر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نبي الرحمة كما ذكرت، فهو الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا، أكيد يعني الله أرسله وأعلمنا أنه أرسله رحمة للعالمين، وأيضا أرسله كافة للناس، بمعنى أن هذه الرحمة ليست فقط للمسلمين كما يظن البعض، وإنما هو رحمة للناس أجمعين، ورحمة للناس أجمعين. كيف لا يكون النبي الرحمة، وهو الذي عندما دخل مكة وسمع بعض أصحابه يقول اليوم يوم الملحمة، فبدل له وصحح له المصطلح، وبين لنا في تغيير المصطلح وتغيير الفكرة وتغيير التصور، فقال قال له يعني أن يقول، يعني هو قالها النبي، ولكن حتى يقولها حتى تنتشر، قال أن قال هذا يوم يوم المرحمة، يوم صلة الأرحام، وهكذا يعني بمعنى. الآن كيف لا يكون نبيا للرحمة، وهو الذي حن إليه الجذع اشتياقا إليه صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا يكون نبيا للرحمة، وهو الذي أوصى بالكبير بأن يوقر، وبالصغير بأن نقول بأن توقير للصغير، وأيضا واحترام للكبير، نعم، حتى نعرف قدر. كيف لا يكون نبيا الرحمة، وهو الذي أوصى بالحيوان أيضا؟ كيف لا يكون نبي الرحمة أوصى بالحيوان، حيث أنه جعل من تلك المرأة التي لم تفهم معنى حقائق الإيمان وحقائق الإسلام لم تتجلى فيها، وجعل واعتبر أن
أن تعذيبها للحيوان وعدم قيامها بالمسؤولية نحو هذا الحيوان الذي هو تحت مسؤوليتها، اعتبر أن مصيرها يكون إلى النار. يعني في الحديث اللي دخلت هرة النار بسبب امرأة بسبب الهرة، يعني لأنها ما نعم. هذا أيضا هذا يدل على أنه نبي الرحمة. كيف لا يكون نبي الرحمة وهو الذي كان يبكي في ليلته، كما نقل بعض أصحاب رسول الله أنه كان لمن كان قائما معه في الليل وهو يقول ويقرأ قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك، فكان يكررها ويبكي عليه الصلاة والسلام حتى نزل عليه جبريل. القصة معروفة في كتب الصحاح. ثم حتى لأنه أشفق من أمته، كيف لا يكون نبي الرحمة وهو عند خروج الروح كان يقول أمتي أمتي، كيف لا يكون نبي الرحمة وهو الذي عندما تذكر أصحابه أحبابه فكان ضم من كان معه من أصحاب أنهم هم، فذكر الذين يأتون من بعده ويقصد الذين جاءوا بعد الصحابة من التابعين إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كيف لا يكون نبي الرحمة وهو الذي كان يقبل أبناءه في الوقت الذي كان الناس لا يعتبرون ذلك نقصا أو جفاء، كيف لا يعتبر النبي الرحمة وقد كان سببا بفضل الله ومنه لميلاد مجتمع جديد، عالم جديد بمنظومة عقدية وبعقدية اتباع تسلسل الأنبياء من آدم عليه السلام وبمنظومة تشريعية وبمنظومة قيمية أخلاقية، كيف لا يكون الرحمة وهو نقول وهو الذي يعني جعل الله سبحانه وتعالى الصلاة والسلام عليه سببا لتفريج الكروب، وكلما صلى على الإنسان كلما زاد قربا منه من الله أولا ثم محبة من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إذا رأينا إلى شمال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فأكيد هي كثيرة ولا يمكن حصرها، إذن فهو رحمة بالمؤمنين رؤوف الرحيم كما وصفه الله سبحانه في كتابه الكريم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. إذن فهو رحيم بمن كان معه ورحيم لمن جاء بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ورحمته بما دعا به الهداية وبينه من كتاب الله أو من سنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية والتقريرية. الله يبارك فيك. آمين. شكرا جزيلا. هلا سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر في هذا اليوم المبارك من يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأنوار. شيخنا محمد أهلا بك مجددا، الله يحفظك ويباركك إن شاء الله. لا شك شيخنا أنه ربيع الأنوار وربيع مولده صلى الله عليه وسلم ربيع انبثقت فيه الرحمة في معاني الحياة بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الرحمة يجب أن تتجسد فينا في أفعالنا. الراحمون يرحمهم الرحمن. كيف السبيل بمناسبة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم للتذكير بمفهوم الرحمة الذي يجب أن يعم بين الناس، لأن رمز هذه الرحمة على هذه الأرض هو محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صحيح يتجسد ذلك بشيء بسيط أستاذ أحمد، عندما يترسخ في أعماقنا وفي وجداننا وفي عواطفنا وفي أحاسيسنا أن هذا النبي الذي نقرأ له وأن هذا النبي الذي نقرأ كل هذه القصص والسيرة التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم وهذه الأحاديث التي حفظت لنا عنه صلى الله عليه وسلم، عندما نتجسد أنه صلى الله عليه وسلم قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، بمعنى أننا لا نقرأ لبطل من الأبطال ولا نقرأ لقائد من القادة ولا نقرأ للشخصية أغرمنا بما فيها من خصال عظيمة كما نبهر بالأبطال وهم ينتصرون أو ينجزون. المسألة
إذا وصلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تختلف تماما. نحن نقف أمام شخصية لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عندما أتجسد هذه المعاني تصبح كل معانيه صلى الله عليه وسلم ماثلة في. ومن أعظم هذه الخصال التي مدحه بها ربه سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. رؤوف الرحيم، الله تعالى سمى نفسه رؤوفا رحيما وسمى نبيه رؤوفا رحيما، ورحمة الله رحمة النبي صلى الله عليه وسلم هي رحمة تليق بمقامه صلى الله عليه وسلم، بمقام المخلوق صلى الله عليه وسلم. نستشف منها هذه المعاني ونستحضرها في حياتنا. عندما نقرأ السيرة ونبحث عن مادة الرحمة في كل الآن ملتقيات دولية تقام من أجل الرحمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ينبغي أن ننظر إليها منظارا متجردا صحيحا، وإلا لا نتحدث عمن يرون في الإسلام وفي النبي صلى الله عليه وسلم مصدرا للخوف أو مصدرا للرعب أو مصدرا للحرب، فهم لا يعون هذه الحقيقة. لكن المنصفين من غير المسلمين يقفون عند هذه الحقيقة، عند الرحمة، وقد تجلت في أسمى معانيها في قمة العنف وفي قمة العنفوان تتجلى الرحمة في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. إنما ذلك لنا من أجل أن نتمثله نحن أيضا في حياتنا مع أزواجنا، مع أولادنا، مع جيراننا، مع إخواننا، مع كل من حولنا. الله يبارك فيك شيخنا محمد، أحسن الله إليك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك الشاهد المبشر النذير داعي إليك بإذنك السراج المنير، وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. على بركة الله أيها الأفاضل، نشرع في استقبال المكالمات والاستماع للانشغالات في هذه السانحة المباركة من برنامجكم هل سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. هل سألوا برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. شكرا جزيلا سيد أحمد، هذه أرقام التواصل ظاهرة على الشاشة، أهلا بكم وبانشغالاتكم وعلى بركة الله. من أين نبدأ سفيان؟ هل سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. سعداء أننا نجتمع معكم في هذا اليوم المبارك من يوم مولده صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. على بركة الله، المفتتح عينتي مشنت أخت حليمة. أخت حليمة، أخت حليمة، السلام عليكم. لا بس أخت سارة جلفة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال. تفضلي أخت سارة. أنا متزوجة وليس لدي أولاد، ولدي أم عجوز عندها 80 سنة، هي والزوج منعني على الأم تاعي ما نروح لهاش. أدرك أني حابة النصيحة في سبيل الله، يا هل ترى نلتها بالأم تاعي عجوز ولا نقعد يعني متزوجة وأجر على الله؟ معليش السلام عليكم. أخت سارة لما يمنعها؟ لا أدري شيخنا، تبينك السؤال؟ قد يمنعها زوجها، يمنعها من زيارة والدتها. واضح، حبينا نعرف السبب فقط. الله يبارك.
الله يبارك فيك سفيان، شكرا. وهران أخت عائشة. نعم أستاذ. مرحبا أخت عائشة. نحكي على الله يبارك فيكم في الحصة هذه رقم نتبشر بكم. الله يبارك فيك سيدة عائشة، ربي يحفظك. نحكي القصة تاع مولا بيتي. أيوة. واحد يسالوا قضية صوالد كبار. أيوة. من بعدها زهروا باش يقولوا ويبيعوا هذاك الثمن تاع يديروا يديوا بالنص. كي جات للصح مع اليوم الان 25 مليون. شوفي الحاجة عائشة، حاجة عائشة لا لا سعفينا الله يرضى عليك، سعفينا لأنه باش نفهمه برك. مول بيتك الله يرحمه توفى كان عنده شراكة، يعني شراكة مع واحد، شراكة مع واحد وعنده دين كبير عليه. دين كبير هو وياه. أيوة كيفاه تفهمتوا؟ تفهموا يخدموا بالنص، تتباع السلعة دي دونك يخدموا بالنص ومن بعد بعدها دينا الإيمان جو الشهود في مكة وعنده حق وتبي الحال ما يعني شريكه رفض أنه يسلموا حقه. هذه القضية لها 27 سنة. أيوة. من يوم الآن هذا مازال في الحياة وما يعرفنا ويطانا ومازال ما جاش مطبق في بابنا. هو في الحياة وما جاب لكمش الحق تاعكم. والو أيوة أيوة. أخت عائشة الشيخ عبد القادر يسقسيك، هذه الأمور مكتوبة؟ لا ماشي مكتوبة، بالشهود. وشهود أحياء. الشهود راهم احياء. ايوه الشهود حي رفضوا القدوم. طيب ايوه هذه هي القضيه سيده عائشه، هذه هي القضيه ونطلب منكم الدعاء ثم ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله سيده عائشه انت ثاني ما تنسينيش، اذا تنسيناش الله يبارك فيك ان شاء الله. طيب من وهران الى تيبازا اخت مليكة. السلام عليكم استاذ احمد. وعليكم السلام. وعليكم السلام سيده مليكة، مرحبا بك. المشايخ الكرام السلام عليكم كذلك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. عندي واحد السؤال، انا حجيت هذا العام على الاب ديالي الله يرحمه. الله يبارك. حجيت عليه وكي كملنا مناسك الحج انا حجيت انا وزوجتي كل واحد حج على الاب ديالو. رحنا للطائف باش نجيبوا النية منك ونجيو نجيبوا العمرة لينا. حنا كنا خلاص كملنا مناسك الحج وكملنا كامل وريحنا شوية، وكي ولينا جبنا العمرة في الليل. حنا في الليل جبنا العمرة ولينا للفندق. كي ولينا للفندق انا كنت تعبانة بزاف من الحج بزاف، تعبت بزاف، نسيت باش نقص من الشعر ديالي حتى الغدو من ذاك الصباح. هل يترتب عليا كاش حاجة ولا هذه اللي راهي شغلتني؟ هذا ما كان. الله يبارك فيك سيدة مليكة، يعطيكم الصحة. كاش سؤال تحبوا ولا والو؟ واضح شيخ محمد، واضح السؤال. أو معك شيخ محمد. سيدة مليكة نعم، يعني بعد ما جيتي رقدتي طول يعني؟ ايه ما قدرتش. ما استعملتي مثلا هذوك تاع الاخر كاع ما استعملتش؟ ما استعملتي والو ولا والو بدون معاشره زوجيه طبعا؟
خلاص والو والو والو. رحت رقدت مباشره. الله يجعل القبول سيدة مليكة. إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله ربي يبارك فيكم إن شاء الله. يعطيكم الصحة. الله يسلمك سيدة مليكة. شكرا. الله يبارك فيكم. باتنا أخت آسيا. آسيا من باتنا. آسيا أخت آسيا باتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخت آسيا. أيوة. أنا أتصل والد وما راهي في العشاء. اللهم اغفر له وارحمه. أيوة. كيف؟ أسماء جنان أراضي فلاحية. إيه. في الدوار بعيد لينا شويه، كل جمعه تروح الوالده وتساوي. كل جمعه تزورها الوالده؟ ايه تروح لها وتساوي. المغرب تاعها تاذن لها في الطريق. وهي راجعه؟ نعم. وهي راجعه؟ ايه وهي راجعه. يعني ما حكم عدتها؟ ما راهي في العده دركا. ايه ايوه راني شفت يعني عادي ولا ما يجوز. راهم يقولوا لها الناس، راهم يقولوا لها بلي ما تصلحش تخرجي من الدار غير كي تكملي العده. واضح ان شاء الله شيخنا يجاوب. بغيت نسقسي كبرت العده كيفاه يحسبوا لها، مانيش عارفه بغيت نعرف كيفاه يحسبوا لها. واضح ان شاء الله. واضح ان شاء الله. شكرا شيخ. الله يبارك فيك. الله الله يهنيك ان شاء الله. شكرا. لا نجيب مباشره، تستقبلوا خالد سفيان ونجيب. المديه خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخنا السلام عليكم. اهلا سي خالد لاباس؟ عندي استفسار برك، مع نتمنى ان شاء الله الشيخ محمد ينورنا. تفضل. عزيز فضلك. انا نهار لي رحت خطبت انا من عند نتابي، هيا شطلها ما شطوليش الدار. ايوه. نذكر مع والدي. ايوه والديا وحدها غير انا وياهم. ايوه عندي عامين زواج دروك عندي نسيبتي تعيط لبنتها تعمرها كذا منا وقولي له دارك وحدك ومنا. قلت لها نقفي الاتصال تاعك مع الوالده تاعك وماذا بها ما تجبدنا المواضيع هذه. خلاص هذه الخصوصيه تاعنا. ما ايوه ماذا بيا شيخ محمد ينصحنا انا وياك زوج والزوجه ونسيبتي. ان شاء الله خير. ان شاء الله ان شاء الله. الله يهدي السر سي خالد. ان شاء الله امين. ربي يحفظك شيخ. الله يهنيك ربي يبارك فيك ان شاء الله. اخيرا ناس سطيف اخت اسيا. معليش نهضر بالقبيليه. معليش حاولي بالعربيه الشيخ عبد القادر ممكن يفهم. تقدري شويه بالعربيه؟ يترجم محمد. شويه نهضر شويه العربيه. طيب عاونينا برك محمد. محمد معليش دقيقه برك. الحاجه عندي خويا الحاجه الزميل محمد ترمان. محمد التحق الله يخليك بال خلي محمد يعاونه باش ما نغلطوش. هاي شكرا الشيخ عبد القادر يعني ما شاء الله. ايوه تفضلي او محمد معانا. تفضلي الحاجة. غوريهن. ايوه. غوريهن وبعد غور سميت وبعد سكت الماكلة وبعد تحرمت في الماكلة لما يكتورا وين يما يدير يموت سميت وبعد حكاية العزل يما الماكلة يما وبعد تشع. انت تقول التي سمات الناس والله الماكلة نموت عاودة تكشف عقب موشيو الناس ثورة ينهيد تاش الخدمة. طيب. الناس ينهيد تاش الخدمة من هذه الصورين انت تزوم راه الناس طبيب وتزوم مطار ممنوع في الساعة السكور الساعة لاطونسيو وتزوم راه الناس ثورة ينهيد تاش الخدمة حيت سما يعني في جال العهود هي عهد حكا الماكلة نميع. ايه. طيب طيب الله يخليك برك الحاجه. وليدك وليدك واش به؟ عاودي مات
تما وليت خويا مات. ايوا ايه. وبعد ماما ما تحب تاكل الماكله تاع مرت خويا، وبعد مات وليتها، وبعد مرت خويا عطتها الماكله دي ماما، قالت هاك كلها الحق تاع بني. واضح. خل اهضري اهضري بالامازيغيه عادي يعني، برك حبينا نفهموا هذه النقطه هذه. ايوه هاي سنا اما تقول في الماكله نمي سناس والله الماكله تنطق تنمي وشي ما قموشيو. وبعد لما تورع العلم ديما يموت ميت يموت ميت، وبعد تسكيت الماكله هي اما تشاهي اما جنازات تشاهي ما. وبعد ناي كي نجي تسورا باش تخدم حنايا تقول عتلي من مقران والماكله العال نمي وكشي ما قموشيو ناي تسورا زي نقول حتى شي حاجه. ايوا على الحليف. لا لا الحمد لله يعني السؤال واضح، وشكرا لمحمد على المساعده. واش عندك سؤال ثاني؟ خلاص هذا بارك ناي تسمعيني واش ندير، نعطي الدراهم واش ندير باش يسمع. الله يجعل القبول ان شاء الله، ربي يحفظك ان شاء الله. ها ان شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا. من معي برك ذكريني بالاسم. آسيا مصطيف. الله يبارك فيك. مرحبا أخت آسيا، ربي يبارك فيك وهنيك إن شاء الله. يجاوبك شيخنا إن شاء الله على هذه المسألة، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لكن لا بأس نذكر فقط أن شيخنا السعيد بويزري أيضا يوم الثلاثاء الحصة ثابتة على كل الأصحاب الانشغالات أيضا تكون باللغة الأمازيغية، لا بأس أن يتصلوا أو أن يترقبوا يوم الثلاثاء وأن يتفاعلوا مع شيخنا باللغة الأمازيغية أو أي لغة أخرى من اللغات الأمازيغية المنتشرة عبر الوطن. يمكن للشيخ سعيد أن يقارب على الأقل أهم مواضيعها ويجيب، لا تترددوا في ذلك. قناة القرآن الكريم في خدمتكم. هكا شيخ محمد؟ نعم تمام. بكل الألسن وبكل الثقافات. كما قال كامل. الله يحفظك. الله يبارك فيك وهنيك. هلا سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. بارك الله فيكم وفي ثقتكم، ووفق الله شيوخنا الأفاضل يعلموننا مما تطرحون من أسئلة. وعلى بركة الله المفتتحين تيموشنت ومنها سيدة حليمة. شيخنا عبد القادر، تحدثت سيدة حليمة على أنها متزوجة، على أنها عفوا ليس لها أولاد وهي متزوجة، وأمها في الثمانين عام وزوجها يمنحها من زيارة والدتها، فبما تنصحون؟ شكرا أستاذ أحمد. أولا هو لا يجوز لشخص ما أن يمنع أحدا من صلة الرحم، ما يجوز للإنسان أنه يمنع صلة الرحم. وكلما كانت صلة الرحم قريبة كلما تقوت. صلة الرحم تاع الوالدين أقوى من تاع الإخوة، وتاع الإخوة أقوى من تاع أولاد الإخوة، وهكذا. يعني كل ما كانت قريبة للإنسان كل ما زادت أقوى. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذا الجانب الأول باعتبار رحم. وباعتبار ثاني باعتبار بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومن الإحسان للوالدين وهو زيارتهما، إكرامهما، الإنفاق عليهما، وهكذا. فالمفروض أن هذا الزوج لا يحق له أن يمنع هذه الزوجة من زيارة والدتها، لأنه احنا الآن مهما كانت الأسباب، يعني في كثير من الأحيان قد لا تكون أسبابا مقنعة، بل ليس هناك أعظم من الكفر. هذه التي جاءت الصحابية التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت أصل أمي وهي مشركة، جاءت قالت هذه أمي مشركة، نوصلها يعني بمعنى هي جاءت، هل نوصلها بمعنى نشوفها نكرمها ونستقبلها؟ بهذا المعنى صلة الرحم فيها الجانب المادي وفيها الجانب المعنوي. فقال النبي رخص لها أو طلب منها فعل ذلك،
إنسان الآن يا سيدي ثاني الآن، إحنا عندنا بعض الناس الآن مسلمين والديهم غير مسلمين، هل الإسلام يمنع صلة الرحم بهم؟ ما يمنع صلة الرحم، ما يمنعش برهما. حتى القرآن الكريم يقول الآية واضحة، وإن جاهدك، تعوش مع المجاهدة بمعنى أنهم قد يبذلوا واحد الجهد مادي ومعنوي على وين في الإشراك، ربي قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لأن شوف المبررات يبقى دائما الإنسان، شوف أنت علاقتك مع نسيبتك هذيك حاجة واحدة أخرى، هذيك علاقة هي الآن هي تعتبر من المحارم تاعك على الأبد، يعني تحرم عليك. ولكن علاقة هذه المرأة تاعك مع هذه السيدة هي علاقة أمومة، بنو عفوا، هذه بنتها وهذه أمها، فبالتالي فلا يجوز له شرعا أن، ولكن احنا نقولي لأن ما احنا ما نحبوش نخربوا بيوت الناس، هذا التصرف الله يدير فيه مو تصرفا صحيحا شرعا، غير تصرف غير شرعا. ولكن حاولي شوف المحيط اللي قريب ليه، إذا كان عنده والدة، إذا كان عنده أب، إذا كان كذا، إذا كان عنده خوه يسمع وحكيم ينصحوه، قال باللي معليش يا سيدي تروح لدارهم ساعة ولا سويعة وتجي، وراه الممنوع في ذلك. إذا أنت زعفت على يماها على مع نسيبتك تحرم بنتها من زيارتها، ما يجوز شرعا ذلك الشيء. الله يحفظك سيدي عبد القادر، ربي يجعل القبول إن شاء الله. آمين آمين. الله يبارك. إلى وهران شيخنا محمد، أختنا عائشة، الدين الكبير اللي كان على زوجها لأن زوج تفاهموا أنهم يخدموا بالنص ثم خرج عليه الطريق كما يقولوا الناس، وشريكه رفض أن يسلمه حقه، وهذه القضية عندها 27 سنة، لكن مسأل شيخنا عبد القادر ما هيش موثقة مع الأسف، لكن الشهود أحياء ويرفضون الإدلاء بالشهادة. تطلب منكم أول توضيح ما هي الإجراءات شرعا وقضاءا، وثانيا الدعاء منكم شيخ. مش من ناحية يعني الآن هو توفى وما قدرش يؤدي الدين ولا فيه ديون؟ ما لا الآن هما لأداء ذلك الدين حسب ما فهمت شيخ. كل أداء الدماء هو هذا معلش تفضل يعني عادي عادي عادي. كان الشريك مع واحد وشرك بالكلمة فقط بالشهود، نعم مش حاجه مكتوبه، هو كيمات عليه ديون، ولكن شريكه ما عطاهش الدراهم، الربح إيه متفقين على النص بالنص، ما عطالوش دراهم، ما عطالوش دراهم صحيح، هذا هم يطالبوا فيه ولكن هو ما حبش يستعرف. الدوله الامام، الدوله الناس الجاه كما يقولوا بجهه الغرب، ولكن ما حبش يستعرف. سيدي الشيخ هذا كما قال لك الشيخ عبد القادر، تراك بولي بالسؤال شيخنا. اي نعم كمل عادي عادي الشيخ عبد القادر، الله يبارك فيك تفضل الشيخ. هو الان شوف اول خطا، معليش احنا نقول معليش احنا ما نزيدوش هم على هم للسائله، ولكن هذا تنبيه. المولى سبحانه وتعالى نبهنا وارشدنا الى الكتابه، يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا، هذه في الديون. ثم ما بقاش هكاك، قال واشهدوا زيد، اذا كان زيد خفت من هذا صاحبي اللي بنعطيه الدراهم، هذا عقد من العقود. قال فان كان وإن كنتم على سفرين فرهان مقبوضة، تشرع الرهن. ثم جاء في الأخير واش قال الإنسان اللي يكتم الشهادة، قال فإنه آثم قلبه. سبحان الله. دوك الآن هذو الناس، أولا احنا نهضر أولا من البداية المفروض تكون عقود، عقد مكتوب، لأن علاش لما كل ما يكون عقد، احنا بعض الأحيان ما نروحوش نكتبوا عقد عند الموثق ومن بعد نحصلوا، يعني ممكن بعض الأحيان نخافوا على ذاك المليون، ولكن رانا نخسروا 10 ملايين ولا نخسروا 100 مليون. فبالتالي هذا لابد ان ننتبه اليه، العقود لابد ان توثق. هذاك في زمان النيه، شوف في زمان النيه، زمان النبي صلى الله عليه وسلم زمان النيه، والقران قال لهم لا، قال لهم يهودي انتبهوا يعني انتبهوا الى الكتابه. هذا الامر الاول. الامر الثاني الان هو قال جاب الامام وجاب كذا وهضروا، دوك هو اذا كان هو ما خافش من الله، لما هوش خايف من رب العالمين وما يردش الديون، يخاف من الامام يخاف من الشهود ولا ما يخاف حتى واحد، لو خارج طريق إذا ما ردوش إيمانه وما ردوش خوف الله، علاش يقول لك اللي ما يخافش الله خافوا؟ إذا هو الإيمان تاعو ما يردوش، والله تبكي الدم ولا ما يعطيها دوره. ثم قضية الشهود هنا الآن يبقى قضية هنا التأسيس، هنا تأسيس قضية دعوة قضائية، وهذه الدعوة القضائية تحتاج إلى شهود، تحتاج إلى بينات، وإذا كانوا هذا يرفضوا هم مش حابين يشهدوا، واش غادي يدير المخلوق هذه؟ يدرك الآن حتى إذا رفعت قضية إذا كان هذو ما يشهدوش وما يثبتوش وإلى آخره، وما كانش أركان مادية يعني تثبت هذا الشيء،
ما احنا ما نقولهاش يضيع المال، هو لا يضيع حق وراه طالب، ولكن احنا ايضا ننصح هذا الناس اذا كانوا يشاهدوا فينا ولا او غير ذلك، فنقولوا خافوا الله، انت كنتم شهود حق، علاش الان راكم وليتوا الان شهود باطل؟ عدم حضوركم لاثبات هذه الشهاده فهذا مخالف لمقتضى الشهاده، الشهاده تعني الشيء اللي شدته واللي حضرته تنقله. اذا انت ياك عارف حضرت جلسه وشدت اتفاق ومن بعد الان تتهرب ماكش حاب تشهد، صح في هذاك الان راك تزور، راك تشهد شهاد الزور، حتى واذا ما روحش للمحكمه، ولكن امتناعك عن اداء الشهاده هو نوع من التزوير للحقائق. هذا امر ايضا هذا يعتبر مهم. ولكن ننصح انفسنا، نقول لها الان شوفي اذا دوك الان يبقى قضيه اجراء، شوفي اي محامي، لان يبقى الان الامور بعض الاحيان تبقى في القضاء، لان بعض الاحيان يفصل فيها القضاء اكثر من الدين، فتوى يتهرب منه ويسيب وربما يكذب ويقول لك ذا ويدير، ولكن كيبقى امر قضائي فيبقى. انا نظن تشوف اي محامي وتعطيه الحيثيات ربما يسيب لها حل، ربما ممكن ان شاء الله ربي يفتح عليها ان شاء الله وترد ديون هذا منبيتها الله يرحمه. وهذا ايضا نقول الله يهديه، يعني شحال غادي تعيش انت بهذا المال اللي ديت 100 مليون 200 مليون، شحال تعيش بها؟ 20 سنه 30 سنه 40 سنه تموت تخليها الورثه، ما عند الله خير. اذا ما كان ما كلهاش يخليها الورثه وما يتمتعوا هو يتعذب والعياذ بالله. الله يعافينا، نسال الله السلامه. الله يبارك فيك، يعطيك الصحه سي عبد، شكرا جزيلا شيخنا. سلمك الله يبارك فيك. من تيبازا اختنا مليكة شيخنا حجت هذا العام على ابيها واعطتكم سياق العمراء، تفضل. نعم لك الفضل يا الاخت الحاجه مليكة، ربي يتقبل ان شاء الله تعالى. آمين. بالنسبه لما سالته هو ترك الحلق او التقصير بالنسبه للمراه، طبعا التقصير لا ادري اذا كان الحكم هي وزوجها ولا وحدها، المهم نعطيه جميع الحالات. الان الاخذ من الشعر حلقا او تقصيرا، بالنسبة للمرأة التقصير فقط يعني تدي غير قدر أنملة، هذا الفعل يعتبر عند جمهور العلماء نسكا من الأنساك. نسك مش معناها نسك، بمعنى أنه داخل في أعمال العمرة، ومن تركه يعتبرونه واجبا، ومنهم المالكية، ومن تركه فقد ترك واجبا لتركه بالكلية هذا، ومن ترك واجبا القاعدة يترتب عليه دم، هذا اللي تركه بالكلية. وبعض العلماء يقولوا لا ما هوش دخل في النسك، وبالتالي يرتبون على ذلك أنه من تركه لا شيء عليه. احنا أخذنا هذا الرأيين باش نوضحه مليح للناس، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، زيادة في التفصيل. فالآن إذا كان الإنسان استدرك بعد فترة يعني رقد، هذيك تاع كي نقولوا رقد معناها ساعات قليلة، يعني ماهيش حاجات كثيرة في العمرة، يجي في الليل ويرقد ينوض الفجر معناها ساعات قليلة، ومن بعد استدرك بأنه ما دارش الحلق والتقصير، راح حلق ولا قصر، فقد أتى بالنسك ولا شيء عليه، لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه شيء إذا بالنسبة للمرأة رقدت الطول، ما استعملت صابون، ما استعملت عطر، ما استعملت حاجات. بالنسبة للرجل إذا لم يلبس ثيابه، مثلا النساء وما لبس ثيابه، قعد بالإحرام تاعه ورقد بالإحرام تاعه، كيف طن الفجر تفكر باللي ما أحلقش يحلق ولا يقصر ولا شيء عليه. لكنه إن فعل شيئا من هذه المحظورات اللي هي قص الأظفار، اللي هي العطر، اللي هي اللباس بالنسبة للرجل مشي للمرأة، هذا يعتبر ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، يترتب عليه فدية. طبعا ما لم تكن هناك معاشرة زوجية، لأنه هذاك حكم آخر غليظ. فاحنا سألنا الأخت الحجة مليكة، معناه ما موقعش الشيء من هذا بالنسبه لها زوجها، مانيش عارف، ما سالناش اذا هو حلق ولا قصر. اذا قد بحوايجه لبس حوايجه بعد صباح دار، معناه عليه فديه، واذا بالاحرام نتاعو لا شيء عليه. اما هي رقدت ولم تفعل شيئا من هذا، فالعمره صحيحه، ربي يتقبل السيده الحجه مليكه.
الله يبارك فيك شيخنا محمد، احسن الله اليك وبارك الله فيك. طبعا هذا اجابه على انشغال المقدم. الى اسيا باتنا، توفي الوالد الشيخ عبد القادر وامي في العده، ولهم ارض فلاحيه تسافر لها كل جمعه، ويؤذن المغرب وهي في الطريق، ما حكم عدتها على اعتبار ان اناس قالوا لها انك لا يتوجب عليك ان تخرجي من الدار ويفسد تفسد العده، ما حدود العده كما تسال اخت اسيا؟ هو ولهذا ليس سفرا، هي ما يسافر زوجها الله يرحمه ويوسع عليه، ربي يرحمه، عنده جنان بستان تاع التفاح والمناطق كباتنا وخنشلا يغرسوا، يعني ربي يبارك لهم في هذه الاشجار والثمار يغرسوا، فهي اعتادت انها تروح مع زوجها الله يرحمه يعني، ومات الله رحمه الله عليه. احنا لابد دائما رانا نكرروا نفس الكلام، ولكن معليش احنا لما يقولوا ما تكرر تقرر يعني بمعنى يستقر، احنا لابد نعرفوا العده وش هي العده هذه. اول العده هي عباده، كيما الانسان كيجي يتوضا ينوي يعقد النيه تاعو، كيجي يصلي ولا يصوم، كيف العده ثاني نهار يتزوج تنوي العده، تنويها يعني قلبا او تصرفا. علاش؟ باه تكون ماجوره من يوم توفى الزوج، تحسن من يوم توفى الزوج، باه من النهار اللي توفى الزوج تكون ماجوره، هذيك 14 10 ايام تكون ماجوره، كيما الواحد يدخل في الصلاه راه ماجور. شوف هذا في العده تكون ماجوره، راقده وهي ماجوره، تمشي وهي ماجوره، تاكل وهي ماجوره، يعني شوف سبحان الله رحمه رب العالمين يعني سبحان الله. هذا الامر. العده شوف اعظم شيء في العده هو ما تزوج. اكبر شيء اللي متفقين عليه العلماء هو انها ما يحق لهاش انها تتزوج. قضيه يخطبوها ما يخطبوهاش هذه التصريح ما كاش يعني ما يصرحش بالخطبه، ولكن التعريض. احنا معليش اغلب احنا اللي يهمنا بالدرجه الاولى. الامر الثاني ما تلبس لباس الزينه تاعها هذيك. اللباس اللي كي نقولوا الزينه قال في باتنا واش هو اللباس الزينه تاع اللباس اللي يلبسوه عاده كي نقولوا لباس الزينه هو اللباس اللي يكون في الحفلات في المناسبات. قال نهار العيد نهار عرس كذا هذا ممنوع في حقها. اما بنقولها تلبس الاسود ولا تلبس الابيض لا الشرع ما قالش تلبس ثياب اللي معتاد عليه. وكل امراه معتاده كل امراه تلبس ممكن معتاده على انها الثياب تاعها زوج ملايين تلبس ربي فتح عليها وكذا. وكل امراه ممكن مثلا او شخص نقولوا امراه نقصوا حتى شخص يعني كل ممكن ربما 100000 120000 50000 ممكن هذا وكل واحد وربي واش رزقه. ما نقولهاش اودي تنحي ليك تاع المليون لانك انت راكي مليون اللي معتادتها ونقول لها لبسي تاع 50000 هذا 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 تنطع في الدين. يلبس الانسان واش عنده. ما تزينش هذيك الزينه هذيك اللي نعرفوها في العرس. ولكن الشرع ما منحهاش انها لان هذه شوف هذه راهي كما نقولوا راهي عندها جرح وهي فقدان زوجها هذا اللي ما عادش عارف السنوات 10 20 سنه و30 سنه. فجأة بها تنساه ما هو صعب بل بالعكس خروجها نظن باللي خروجها ومروحها لهذا المكان تاع الجنان راهي يشغلها شويه. ثم هذه روح بشريه، انا اقصد المراه هذه ما تتضايقش هذه نفسيا هذه. نقول لها قالوا لها اقعدي في الدار خلاص حبس هذا ما ولاتش عده شرعيه ولا حبس. وكون هكا كنا صافي كورونا قال كي موت راجلها نحبسوها ولا ندفنوها معاه. لا العده ماهوش هذا بالمعنى. المراه ذاقت نفسها تخرج ذاقت نفسها تروح وليدها قدامها ولا تروح، المهم انها ترجع. احنا الفقهاء قديما قالوا قبل المغرب، المهم انها تبات في دارها، احنا اللي يهمنا تبات في دارها، انها تبات في دارها. اما الحساب تاع العده تبدا قالت ما نعرفش تبدا من يوم مات تحسب اربع اشهر، كي نقول اربع اشهر 10 ايام تحسبهم، والاشهر بمعنى اللي فيه 29 احنا هو شهر كامل، احنا عندنا ماشي نقولوا شهر يخص 30 يوم كما الاشهر هذه الاشهر القمريه اما 30 اما 29. احنا مثلا اذا ربيع ثاني فيه 29 يوم هو شهر هاو شهر اللي من بعده شهر وهكذا تحسب 14 اشهر وتزيد لهم 10 ايام وهي كملت العده تاعها. وربي ان شاء الله يثبتها ويوفقها الخير ويرحم ولادها ان شاء الله. امين يا رب العالمين. بارك الله فيك شيخنا الدكتور القادر احسن الله اليك. الشيخ محمد خالد من المديه يوم خطب لم يشترط عليه الدار
ولكن وهو يسكن مع والديه كثر الحديث وأصبح هناك لغة أخرى بأنه دارك وحدك وتسكني وحدك إلى غيرك، هو وحيد والديه، فطلب من زوجته أن تقلل من الاتصال بالوالدة ويطلب منكم النصح في هذا الموضوع. موضوع ننظر له من عدة زوايا. الزاوية الأولى أنه الملاحظ أستاذ أحمد في الحاضر، كثير من المشاكل تنشأ عند تدخل الوالدين، يدخلوا بالبزاف في حياة الأولاد ذكور وإناث، رجال ونساء. ولذلك مليح مليح الإنسان يتعلم يغض الطرف على واحد الأمور. كي نقول يغض الطرف نتكلم على الوالدين، الوالدين مليح يغضوا الطرف عن واحد الأمور، ما يتدخلوش في كل شيء. هذا ابنهم ولكن هذه مراجعات، هذه بنتهم ولكن هذا راجل جاء، وبالتالي ما يتقبله الابن لا يتقبله الزوج. ولذلك مليح مليح نقولوا الآباء يقعدوا بعاد، وخاصة خاصة خاصة بالنسبة للمرأة، لأن المرأة إنما أمرها مع زوجها مع زوجها. وعلى هذا الأساس احنا نقولوا باش تروح هذه المشاكل. أنا خالد لو كان جي ننصحه، ما ننصحش خالد، ننصح الأزواج عموما، نقول له مليح الآن اللي يدير داره وحده، مليح اللي يدير داره وحده باش نحيو المشاكل، لأن القلوب أصبحت ضيقة الآن، ما عادتش كما بكري العائلة الكبيرة التي تجتمع والناس كل قابلين. الآن الله غالب، يعني العقول والقلوب ضيقة، مليح الإنسان يدير داره وحده، اللي طبعا اللي متيسر له اللي متيسر له. طيب إذا ما يتيسرلوش وحدة، اثنين، إذا كان الإبن هو الإبن الوحيد لوالديه، الإبن الوحيد لوالديه، هذا الوالدين اللي يقولوا للأم هذا الوالدين اللي يقولوا لبنتهم قولي لزوجك يدير لك دارك وحدك، طيب هما ما يشوفوش باللي هذا الإبن هو إبن وحيد أبويه؟ طيب نطبق القاعدة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنتم يا الوالدين اللي راكم تأمروا بنتكم تقولوا لها قولي لزوجك يدير لك دارك وحدك، لو كان عندكم ولد هو الولد الوحيد وعروستكم الطالب باش تدير دار وحدها، كيفاش تنظروا ليها؟ صحيح، تنظروا ليها نظرة سلبية. كيفاش يخلي والديه ويروح يطيع المرأة ويروح يخرج من دار باباه ويخلي يماه وباباه؟ ولذلك هذه الأمور يفترض أن تكون بين الزوج والزوجة. الآن الزوج والزوجة هما اللي يتفقوا. الآن زوجتك سيدي الكريم، هل هي راضية أن تعيش معك مع والديك أم لا؟ إذا كانت ما هيش راضية، المسألة مايش في أمها، المسألة راي فيها هي بغض النظر عن كونها متأثرة بالأم ولا ماشي متأثرة، المشكلة معها. إذا كان هي راضية، الوالدة نتاعها خليها تتكلم، وقال بنتها تفهم، هاي ما رانا متفاهمين، وحنا في العائلة الجزائرية كي نتكلموا قبل ما نتكلم على العائلة الجزائرية، كاين أمور تعالج بالأحكام الفقهية وكاين أمور تعالج بالعادات أيضا. عادات الجزائريين أنه عيب الإبن يروح يخلي والديه، زوج والديه ما عندهم حتى واحد يقوم عليهم، يروح يدير دار يبعد عليهم يخليهم وحدهم. لا، يعني ما هوش سهلة. وبالتالي أنا أتفهم الأخ خالد، رغم أنني أنصح بالبيت المنفرد، ولكنني أتفهم وضعية خالد. لماذا؟ لأنه موش بالسهل، وبعض المناطق الداخلية يعني أشد من المناطق الساحلية اللي عندنا الآن. صحيح، معنا أكثر. والكلام تاع الناس يقولوا كيفاش خلى والديه وراحوا، خاصة يعني راهم يكبروا معناتها باش يقوم عليهم. ولذلك
المفروض أم الزوجة تتفهم هذه المسألة، وبالله التوفيق. شكرا جزيلا شيخنا محمد على نصحكم وبارك الله فيكم. شيخنا عبد القادر أختنا آسيا من سطيف، شوفوا كي لا فهمت ولا ما فهمتش. والله محمد قاعد يطرشب يعني. ما تقولش محمد، قول أني فهمت وخلاص. لا هي مفهومة شيخنا، ولكن هذه أمازيغية قوية يعني. كان لازم يعاوننا محمد واحد شوية في المصطلحات. الله يبارك فيك أختنا آسيا. شيخنا حدث أن أمها أقسمت ألا تأكل من يد زوجة ابنها، وحدث أن زوجة الابن حدث لها وفاة، توفي، فنسيت قسمها وأكلت بمناسبة تلك الجنازة يعني رحمة الله عليه. هي تقول ما الحكم في حلفها هذا الذي أقسمته؟ هي أغلظت، قسمت بالله لا تأكل من يدها وقد فعلت بهذه المناسبة. شكرا أستاذ أحمد، وشكرا للسيدة آسيا لحريصة على أمها وعلى نفع الوالدة تاعها. هو شوف قلنا في كل الحياة هي تكفر، في حالتين تكفر. علاش؟ لأن ما يجوز لنا شرعا أن نحرم أو أن نمنع نفسنا من حلال. الشيء اللي هو حلال كيفاش أنا نمنع على نفسي؟ وهذا أمر الطعام ذا حلال، يعني موش طعام مشبوه. لو كان طعام مشبوه من عروستها فيه كذا، قال كذا، قال ذات السيدة مشبوهة وكذا، أنا من حقها تعرف تقول ما نزيدش ناكل وما تاكلش هذا. بس لما يكون ما فيه حتى شبهة وإنما مجرد زعاف، فالإنسان ما يحرمش الشيء الذي أحله الله. الله أحل لنا أن نأكل من ديارنا ومن ديار والدينا ومن ديار خاوتنا ونسابنا وجيراننا ومن دار كل مسلم، بل من دار كل كتابي إذا كان كتابي على الصح يعني. وبالتالي فإحنا نقول لها الآن، أنا مش غادي نمشي على قضية الكفار نسات ما نساتش. أنا نفضل، أنا نقول لها أنها تكفر بإطعام 10 مساكين، 10 مساكين من أوسط مما تطعم. راهي في سطيف، تشوف إذا كانت في منطقة تخرج جبنة تاع طعام يوم مشي، بس عم شديها للجامع. إلا إذا كان في فقراء، شوف مكان اللي كمثلا قال الناس خدامين في شونتي، خدامين كذا، 10 من الناس. كي نقول 10 من الناس، هي حبة تطوع تزيد كثر، الله يسهل عليها يعني نهضروا، ولكن 10 جبنة تاع طعام ولا قدرة تاع شوربة، ولا المهم مع خبز، الناس ماذا بها تعاوش تاكل وما تعاوش ترجع إلى القسم، ما تعاوش ترجع إلى القسم. يبقى هذه دارها وهذه دار وليدها، وما يجوز لنا. شوف النبي علمنا واحد القاعدة نقولها لها بالدارجة. النبي قال الإنسان اللي يحلف على حاجة، على معصية، ما يديرهاش. ابتداء هذا ما يديرهاش أكيد. واللي يحلف على طاعة يديرها. يعني بمعنى الإنسان كيدير معصية يحنث مباشرة، يعني ما نهضروش عليه، يحنث بمعنى يكفر. أما الطاعة هذيك مثلا تقول والله نصلي، واش نصلي؟ والله نصلي الظهر. الظهر هي واجبة، ما عندكش علاقة بالقسم، ولا ما عندوش علاقة. إنما القسم هذا في الأشياء اللي هي تعتبر نقولوا بمعنى أن عندك فيها تدير ما تدير. ولكن كل ما أنت قربتي، خاصة هذه عروستها، كل ما هي كانت قريبة من عروستها، خاصة إذا عندها وليدات، كل ما تكون هي كجدة لهم، قريبة منهم، وتكون العلاقة بينها وبين عروستها علاقة طيبة إلى آخره، وربي يصفي القلوب. أمين. ولكن تكفر، قولها كفري بصيام إطعام 10 مساكين، لأن الكسوة وهذيك ما أي. إذا ما عندهاش كامل نروحوا للصيام 3 أيام، تصومهم على الدفعة ولا متفرقين، ولكن الأفضل أنها تطعم. أفضل شيء هو الإطعام. الله يبارك فيك، ربي يحفظك شيخنا عبد القادر، أحسن الله فيك، بارك الله فيك على هذه الوقفة. الله يبارك، يعني كل هذه الأجواء توحي بمولد خير الأنوار وأجواء جميلة، حتى هذه الأصوات أصوات يعني أخوية محيطة بهذه الفعالية في كل مكان، خاصة هنا في قناة القرآن الكريم والجزائر. شيخ محمد، أنا سأستغل 5 دقائق في أمور مرتبطة بمولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن الكثير من الأمور تثبت في ذاكرتنا بمناسبة هذه الأنوار، إن كان من زمن الطفولة،
إن كان أيضا من زمن غير بعيد وهو زمن الإدارة، وأنتم رجل أشرفتم على تنشيط ربيع الأنوار في مساركم المهني، ما الذي استوقفك من محبة الجزائريين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاحتفاء بهذا المولد والاحتفاء بربيع الأنوار؟ صحيح، هو المولد عند الجزائريين عند أهل المغرب يعني عموما له وقع خاص جدا، له وقع خاص جدا ليس كغيره من الأحداث. عندما نتحدث عن المولد نتحدث عن حدث عظيم في حياة البشرية. حياة البشر، نعم تفضل. قلت عندما نتحدث عن المولد نتحدث عن حدث عظيم في حياة البشرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ربطنا بالخالق سبحان، وقدر الله تعالى أن نتعرف إليه عن طريق هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الجزائريين، طبعا لا أستثني غيرهم، متجذر وعميق إلى درجة عظيمة جدا، بحيث هذه الأيام تبقى أيام نورانية في حياتهم يعني. الله ينور عليك شيخنا محمد، شكرا جزيلا، سعداء بهذا اللقاء بمناسبه المولد النبوي الشريف. صاحب قدر شكرا جزيلا، الله يبارك فيك ان شاء الله، الى اللقاء.